نرحب بالإعلان عن وثيقة التفاهم. 5 مبادئ أساسية اتفق عليها مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بعد جولات من الاجتماعات والمباحثات بين الطرفين لتكون نواة العمل للمرحلة القادمة. وبحسب المسؤولين من الطرفين فإن المبادئ المتفق عليها تعتبر خارطة طريق من أجل العمل لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً وما خلفته من معاناة للشعب السوري بأكمله. البنود التي تم التوافق عليها هي بنود هي لمصلحة الشعب السوري ومصلحة وطننا الحبيب سوريا من أجل إخراجه من أزمته التي طال عليها الزمان. طبعا نحن في مجلس سوريا الديمقراطية دائما نؤكد على الحوار الوطني ونسعى لتطوير هذا الحوار من خلال طبعا إبرام وثائق التوافق والتفاهمات مع جميع الفرقاء السوريين بهدف الوصول إلى التوافق الأشمل بين جميع السوريين. مجلس سوريا الديمقراطية أكد أن التوافق الكامل بين جميع أطراف الأزمة السورية هدف يسعى المجلس إلى تحقيقه من خلال العمل لإبرام الاتفاقات والتفاهمات بين جميع السوريين، كما أن المجلس مستمر في حواراته مع جميع السوريين من أجل توحيد مواقف المعارضة السورية في الداخل والخارج لبناء دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية. نحن مستمرون في الحوار من أجل لملمة شتات جميع المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، لأن هدفنا بالأساس هو بالأخير بناء دولتنا الديمقراطية، دولة سوريا اللامركزية التعددية. الاتفاق الذي يعتبر وثيقة سياسية مهمة في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الأزمة السورية مهم جداً، ويعبر عن رؤية مشتركة للطرفين الموقعين عليه وللأطراف الوطنية السورية الأخرى الراغبة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وثيقة سياسية مشتركة، رؤية رائعة تعبر عن التعاون الأساسية سبقت عليها كل المرجعيات في هيئة التنسيق الوطني للمكتب التنفيذي وأيضا في مجلس سوريا الديمقراطية مثلا، وهذه الوثيقة تعبر عن رؤية مشتركة هامة للمرحلة التي يعانيها الشعب السوري نوضع مأساوية وخطيرة وكارثية. العمل من داخل سوريا والدعوة لوحدة البلاد والعمل من أجل الشعب السوري بكل مكوناته أبرز ما دعت إليه الوثيقة الموقعة بين الطرفين، بالإضافة إلى دعوة جميع القوى الوطنية للاجتماع والعمل من أجل الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات بين جميع السوريين. وهذا دليل مشترك من الجميع المشاركين فيها أننا نعمل على الأرض الواحدة التي هي سوريا. أيضا هناك دعوة للقوى الديمقراطية لتجتمع، وهذه الدعوة يجب أن يرفقها العمل أيضا والمشاركة في كل الندوات واللقاءات للوصول إلى نتائج مشتركة. التوافق بين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق